في ظل الأزمات الخانقة التي يعانيها لبنان والتي وصفت بأنها من أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رمزي مشرفية إطلاق برنامج دعم نقدي للأسر الأشد احتياجا في البلاد. مشرفية قال خلال مؤتمر صحفي إن إطلاق بطاقات دعم نقدي تستفيد منها أكثر من 500 ألف أسرة، هي خطوة للحد من برنامج الدعم الذي يكلف الدولة 6 مليارات دولار في العام وأدى لاستنفاذ الاحتياطات الأجنبية بالكامل. وأوضح مشرفية أن المفاوضات جارية بشأن تمويل جزء كبير من المشروع من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة لصندوق النقد الدولي وقروض البنك الدولي، مشيرا إلى أن البطاقة النقدية تهدف لتوصيل الدعم للأسر الأكثر احتياجا، بحيث تحصل كل أسرة على 93 دولارا شهريا ولمدة عام كامل. وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أشار إلى أن إقرار القانون في مجلس النواب كان في حزيران يونيو الماضي، لافتا إلى أن البرلمان كان قد وافق على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة بقيمة 556 مليون دولار لهذا الغرض. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية منذ أكثر من عامين دفعت بنحو 80% من اللبنانيين إلى خط الفقر بحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقام شح كبير بالمحروقات والأدوية والمعدات الطبية الأساسية.